يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت مرة في قبل سنين عددا كنت في السوق القديم في مدينة الرباط أشتري شيئا، أمام الدكان غلام يعمل في ذلك الدكان، ما أظنه يبلغ 20 سنة في ذلك الوقت، فرأيته مكفهرا غاضبا، فأحببت أن أستخبر الذي عنده، فقلت ما شأنك؟ فبدأ يشكو زمانه والقهر الذي يعانيه وقلة ذات اليد والمال والعمل الذي لا يرضي، وقال ليختم كلامه، قال الله يجيب شي 5000 درهم ولا 6000 درهم وصافي. فقلت له تصنع بها ماذا؟ قال نحرق بها. في ذلك الأسبوع انحرق، يعني يهرب لأوروبا بلا أوراق، يحرق. تقولون أنتم ما يحرق هنا في النظر؟ لا، حيث ما تعرف. في ذلك الأسبوع كانت الأخبار كثيرة عن قوم غرقوا في هذه القوارب، يعني العهد حديث بمثل هؤلاء. فقلت له ويحك ما سمعت، هؤلاء الذين ماتوا الآن قبل. فقال لي هو أتراني حيا أنا أمامك الآن؟ أنا ميت الآن، أنا ميت قدامك، أنا ميت، الله يجيب شي 6000 درهم وصافي. وأخذت من الكلام هذا شيء زمان، شيء كرة دبجات وسكلام الشيء. لماذا أقص لكم هذه القصة؟ لأن هذا الإنسان يتصور أن حياته السعيدة في 6000 درهم يحرق بها الأوروبا، إذا طالت يده ذلك المال وركب في ذلك الزورق فواطئت رجله ثرى أوروبا هو سيحيا حياة سعيدة. فإذا هذا حال كل فقير تسأله عن الذي به وما الذي يسعدك، فيرى يجيبك ببساطة شديدة الدراهم، كثر عليه بريق الدراهم ورنين صوتها في جيبه يبتسم تأتيه السعادة من حيث لا يشعر، هكذا يظن. لكن تذهب إلى رجل غني لكنه مصاب بداء فتظن السعادة عنده لأجل الدراهم التي في كيسه، فتراه غير سعيد وهو جالس يتنهد، يدي مالك، ما لا ليست، لا يعيش عيشة طيبة. وما الذي تريد بالنسبة لك أنت الآن؟ ها وأنت قد حوى كيسك الدراهم ولست تجد السعادة، فأين متى تجدها؟ يقول لك اذهب لي إلى شفاني الله، إلى مرض تحيد لي هذا المرض، اللي لقى صحته ياك، يقول لك هذا المثال، اللي لقى صحته راه اللي أعطاه الله الصحة ما خلى ما أعطاه، يعني يرى السعادة. أنا أعرف رجلا شديد الثراء جدا وفي صحة جيدة، كان في صحة جيدة وابتلي بأقوام هو قاهره، أحس بالظلم والقهر فمرض مرضا صار يحبس عنه أبناءه لا يدخلون عليه، لا يحب أن يرى أحدا، لا يرى إلا زوجته، أولاده يجي عنده يقول لمرته ما بغيت نشوف حد،
مرة أنا كلمت إنسانا ليكلم زوجته قلت له راه فلان بغى يشوفك، قال لي هو مرحبا. فسألته ما الذي دعاك؟ قال أمور في العمل، قهر وكذا، من هو أكثر منه نفوذا وأبسط منه يدا قهره، هذا رجل ثري وذو صحة لكنه لم يجد السعادة. السعادة عنده حينئذ فاش في أن يجد سلطانا يقهر به ذلك الذي قهره. ما تقول لي فلوس، ما تقول لي صحة، غير يبرد جوفه من هذاك اللي قهره، ما لقى ليه جهد، يلقى ليه جهد باش يقهره. كما قال أول، وإن بقاء المرء بعد عدوه ولو ساعة من دهره لكثير. عدوك اللي قهرك تقهره وتبقى مورا تقهر ديالو غير ساعة وتموت، راك بخير مشيتي للي يردك خلاو هذوك. هذه هي أوهام الناس عن السعادة. كل ما من عضه شيء يحسب أن السعادة في أن ترتفع عنه تلك العضة. والقدماء الآن عندما تسمع طرفة بن العبد في معلقته يتحدث عن السعادة ماذا يقول؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك ما لم أحفل متى قام عودي. ولولا ثلاث، إذا حصلت عنده هذه الثلاث هذه السعادة، إذا فقدها لم يبالي متى قام الناس يندبونه ويبكونه، لا يبالي بالموت. واش الثلاثة؟ واش غادي يكون ثلاثة واحد في الجاهلية؟ الخمر والعيالات والشتاء، وهذه من الغرائب، الجو الجميل عنده الشتاء، هذه من أنواع من السعادة. وهذه ما زالت إلى العرب في العرب إلى الآن. في المشرق إخوانكم هناك الآن 50 و60 وهذيك الدرجات اللي ما تتصورهاش كاع. فعندما يذهب أحدهم إلى أوروبا الجو الجميل عنده ومن تطيح الشتاء، قلت لي هذه من بقايا التراث العربي كما يقول طرفة. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد. أعرابي يقول لولا ثلاث هن عايش الدهر، الماء والنوم وأم عمري. لما ما خشيت من مغيب القبر، الماء بها بردة ومرت وحده والنعاس، هو غير يشرب ميها والناس ومني في كل ما يفيق يلقى أم عمر حداه، هذه هي السعادة عنده، الماء والنوم وأم عمري. هذه مطالب الناس. الناس عوام الناس يظنون أنهم إذا أدركوها كانوا في عيش طيب. لكن هل تعلمون أن في ذلك الزمن القديم هذه المسألة تناولتها أنظار الأذكياء العلماء الفلاسفة؟ هم أيضا قالوا أجي متى يكون المرء في عيشة طيبة؟ وطبعا هم لا يستدلون على هذا كما يستدل العوام، هذو الفلاسفة هذو أصحاب العقول يستدلون عليها استدلالا نظريا. فأرسطو يحكي عن فيلسوف يوناني قديم اسمه أويدوكس، هذا أويدوكس يقول الحياة الطيبة العيش الجميل السعيد هو العيش الذي تكون فيه اللذة، كلما وجدت اللذة وجدت السعادة. ويستدل على مذهبه يقول لأن كل الخلائق تسعى إلى ما فيه لذتها، العاقل منها وما لا يعقل، حتى الغير العاقل تلقاه النملة خصها دير لها السكر تجيك النملة، الدبان دير لها كذا تجيك، مع أنه لا يعقل لأنه يجد اللذة في ذلك. ردوا عليه الفلاسفة قالوا لك لا يمكن أن تكون السعادة في اللذة. لماذا؟ قالوا لأن بعد الخلائق تسعى إلى اللذة وفيها حتفها. شحال من واحد تيكمي الرية ديالو قاعد مشات في حالها، الطبيب تيوريه الراديو ديالو تيقول لي شتي هاد التصوير شتي هاد الكحولية هاد النقطي الرية ديالك هادي، غتزيد قرو غتقتل راسك، تيصبر وتيمشي يكمي. علاش؟ يجد فيه اللذة وهو يعلم أن فيها الحتف ويسعى إليها. فقاله الفلاسفة فكيف يكون ما فيه الهلاك هو العيش الطيب؟ ما يمكنش. وكانت المذاهب، مذاهب الفلاسفة اليقينيين ومذاهب الفلاسفة الارتيابيين ومذاهب الفلاسفة السوفسطائيين، كلام طويل على كل حال ما عندنا ما نديروا به.
ثم جاء ربنا بهذا الخير وأنزل هذا الكتاب وقطعت جاهزة قول كل خطيب. بين لنا ربنا ما الذي تصنعه لتحيا الحياة الطيبة لتعيش العيش الطيب. قال ربنا سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بغيتي الجواب المسلم العيشة الزينة ديالك هي هذه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والجميل في الإسلام عرفت شنو هو البديع في الإسلام الذي لا تجده في غيره؟ أنك إذا أحياك الله حياة طيبة فإن الطيب لا ينقضي عندك في هذه الحياة. فلنحيينه حياة طيبة هنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة لهي حيتي الحياة الطيبة هنا وتزيد الحياة الطيبة لهي تقلب في الأوضاع الطيبة حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ومن أحياه الله حياة طيبة قبضه قبضة طيبة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون. ومن أماته الله ميتة طيبة بعثه بعثا طيبا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن بعثه الله بعثا طيبا أسكنه مسكنا طيبا وهو الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعد الله الله شنو الآية؟ ومساكن طيبة في جنة عدن. شنو الآية؟ أحسنت. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن. بل وسمى لهم دارهم تلك طوبى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فتقلب الحياة الطيبة أيها المسلم لا تحبس هنا بموتك بل تستمر معك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يحيى الحياة الطيبة هنا ويموت ميتة طيبة ويبعث بعثا طيبا ويقوم ويسكنه ربه مسكنا طيبا. فقط بهذين الأمرين: من عمل صالحا وهو مؤمن لا بد من الإيمان والعمل الصالح. أقول لكم شيئا: العمل الصالح بغير إيمان يورث صاحبه نفسا طيبة لكنه بعد ذلك من غير إيمان لا يستحق على الله شيئا. كلكم يعرف فيكتور هوغو أو أكثركم أو بعضكم على كل حال منكم من وش تعرفوا فيكتور هوغو؟ تعرفوه؟ ما تعرفوش؟ مهم انت تسمعوا به. فيكتور هوغو هذا أحد أكابر كتاب الفرنسية المتأخرين، جيه بيذ عندهم في اللغة الفرنسية، ويقال إنه قد أسلم، يقال إنه قد أسلم. وأنا وصلتني قصيدة له طويلة جدا ينظم فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرنسية. هذا فيكتور هوغو له كتاب مشهور لي ميزيرابل مترجم بالبؤساء مشهور. هذا على كل حال مثل أفلاما وترجم إلى العربية، ليس شيء يفي وفاء بقلم فيكتور هوغو. فيكتور هوغو كتبه كتابة رائعة جدا. الشاهد عندي أنه قال مرة هناك إنه إلي بون دتر بون، أنت تحس بالسعادة عندما تبذل السعادة، وصحيح هذا الكلام، لكنك لا تستحق على الله شيئا لعدم وجود الإيمان. الإيمان والعمل الصالح يجمع لك هذا وذاك. لأبين لكم لتعلموا الغلط الفاشي في الناس عندما يظنون أن الثروة واتساع المال وكثرة الخول هو السعادة. في بعض البلاد
لا يهتم أهلها لشيء اسمه الدينار والدرهم، حتى إلا ما عندكش كدعي الدولة، كدعيها في المحكمة وتعطيك المحكمة تقول الدولة هذا راه بغاتش. واحد في ألمانيا ما عندوش الفلوس باش يخرج ولاده عطلة، ودعا المحكمة، دعا الدولة، علاش ما يكونوش الدولة عندي الفلوس باش تانا نخرج ونتسارى ونمشي ل... وحكمت ليه المحكمة وعطاتو الدولة باش يخرج ولاده للكونجي. واش هذه ماشي من الغرائب؟ أحسن من ألمانيا السويد، يقول أهلها إنهم يعالون في كل شيء، ما تتفكرش في شي حاجة، يعالى على كل شيء والسلام على كل شيء. الغريب ما هو؟ الناس تنتحر في السويد، تقتل نفسها. واش ما تجي تقول لك الإحصائيات السويد، إحصائيات الانتحار من أعلى المعدلات في العالم، وتتستغرب اش خصهم هادو؟ كلشي عندهم، تيقرا فابور، تيداوى فابور، تيلبس فابور، تيدير عطله فابور، يسافر فابور، كلشي عنده. الدنيا زوينه، الدنيا خضراء، الدنيا مشطبه، نقف زناقي، ما حتى تلقى تيشرط لك الطوموبيل وهربان، كلشي بخير وعلى خير. واجي قال لك طلع فوق واحد واحد انتحر، طلع فوق واحد البرج عالي وحيد صباطو وانتحر تلاح. التساؤل اللي بقى عند الناس هو علاش حيد صباطو؟ أنا التساؤل عندي علاش انتحر؟ قاعدة كل شيء عنده وخاسر. قلت لهم شوف فعل الإسلام في أهله. أنا واحد المرة مشيت للرحامنا، عرفتوا الرحامنا ياك؟ الرحامنا الجهادية بن قرير وبين مراكش وسطات. سيروا بحال هذا الوقت دابا، تسحب لكم أنتم في الصاد، أنتم لا مازال سخر عليكم الحال، تشوفوا البحر تغطسوا في الماء. الرحامنا كاين غير السخر، حتى تبغي تمشى ما عندك تمشى مزيان، كل مره عرفت على سخره هكا ماضيه. واحد المره دركتني الوقت تما عند واحد الانسان تما في الباديه في الصيف، تعرفوا المثل ديال الشيح والريح؟ تما اللي بغى يعرف هذاك المثل يمشي لتما. شي حاجه خضراء ترد بها البصر، شي مهبه والو، شي كليماتيزور كاين شي بلاصه والو، هذيك البركه ديال الصهد انت وياها كتخاوه داك الصيف. طيب وكتسول مول الدار اكي دايره فلان؟ الحمد لله. علاش تحمد الله؟ الحمد لله على اش؟ الصهد وتمارا والعرق وكي داير الحمد لله. وهذاك ما قيس الحمد لله، كل شيء عنده وتنتحر، وهذا اللي خصو ينتحر في الرحمن، ما انت اللي تنتحر، هذا ما عنده والو. هذا صنع الاسلام في اهله، هذا صنع الإسلام في أهله. الإنسان يبتلى أنواع الابتلاءات، كي داير فلان؟ الحمد لله أنواع الابتلاء. صاحب لي له ولد ذكر واحد وبنات، بلغ ابنه ذاك 20 سنة وحفظ كتاب الله وكان برا بأبيه، يشوف بغير هذا الشيء قفة جاي من السوق يجري يأخذ القفة من دباه. في يوم من الايام يكلمني ابنه ذاك ركف موتور مرشي واحد ضربهم كم يقتلهم بجوج. الالم اللي عند هذاك شديد جدا، ذكره الوحيد وبلغ منه مبلغ من يرجى ومات في كسيده بشغول كاميو، حتى بقى ما يشوف ولده ما يعنقهم يبوس فيه. وحزن عليه دهرا حتى جحظت عيناه، العين خرجوا من بلايسهم من شده الحزن. كي دير ابو عزه؟ الحمد لله. بعد عام وشوية ولد لابو عزة ذكر آخر، عاش 20 يوما ثم مات. مضت يمكن سنة أو شوية يكلمني إنسان، السلام الفقيه لك لباس، بو عزة رمت له بنته. فقلت إنا لله، هذا رجل مبتلى وباش بفقد الله، بفقد البضعة منك، هذاك طرف منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني، شوية مني، طرف ديالي هذه، هذا فقد أبضاعا منه وتلقى به. الحمد لله. علاش؟ وهذا 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 لم ليس دأب هؤلاء، هذا دأب المسلمين. المسلمون
كلكم يعرف قصة هشام بن عروة بن الزبير، هذه ذكرناها مرارا. لما هشام هو من أهل المدينة ودعاه الخليفة الأموي في ذلك الوقت إلى دمشق، لما خرج من المدينة ظهر في رجله حبة حبوبة قرصات شي حاجة شي ما يقول، لم يصل دمشق إلا محمولا في المحمل، ما بقاش يقدر يمشي كاع. لما دخل على الخليفة دعا له الخليفة طبيبه، طبيب غير شاف ذلك الرجل، قال هذا الرجل هذا الآكلة أصابته، لا غونغرين في هذا الوقت ديالنا كتسمع الآكلة، كلات الرجل، الرجل خصها تقطع، ما بقاش في صلاح فيها الدواء، وإذا لم تبتر هذه الرجل وبلغ الداء الجسم لا ينفع حينئذ بتر. مشى الرجل قال له ما سيدي هاكو هاي يقطعها، جاء الطبيب بدات يقطع. خصكم تعرفوا واحد القضية، الزمان هذاك الوقت أول هو ما بغاش ياخذ لهم البنج، ما خصنيش شي حاجات تغيب عقلي عن ذكر الله، وانا خصني واخا سيدي زيد بسم الله. راه ديك الرجل اش غايجيب الطبيب؟ غايجيب المنشار، وهذا المنشار غيبدا ينشر، راه ماشي شي حاجه غمض عينك حل عينك طارت الرجل، لا تينشر تقطع اللحم، هذا اللحم تيتقطع وتيتقطعوا العروق بحال تنشر الخشب، وعاد توصل العظم. انتم العظم في العيد اللي تيبدا يذبح حوليه وتيفصلوا راه تيضربوا بالشاقور شحال من مره وتيتهر يلاه يترس ليه، ايوا تخيل بالمنشار شحال خصك ليه، هذاك هذاك هذا وهذاك وهذاك عاطيه رجله. والخليفة ينظر إليه قالوا فما زاد على قول حس، هكا تتألم حس. فقال الخليفة ما رأيت شيخا قط أصبر منه. فلما قطعت الرجل وألقيت في الطست نظر إليها وقال لها والله الله يعلم ما مشيت بك إلى سوء قط، عمري مشيت بك شيء معصية بعدا. وهو في طريق رجوعه إلى المدينة لقيه ركب قادم من المدينة فقالوا له إن ابنك فلان دخل الحظيرة ضربته دابة فقتلته. بقي الرجل ما نسيناهاش، مشات أو دات الدري مات. عرفتوا كيفاش يتشكى هذا الفقيه؟ شنو هي الشكوى؟ قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، مشات فيه رجل ومشى فيه ولد. ثم قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت. اش تيشوف؟ تيشوف ينظر يتلمس رحمة الله في ابتلائه، يتلمس عطاء الله في امتحانه. يا ربي شحال وانت معافيني ومرة ابتليتيني، العافية أكثر. ثم هذه غير رجل، بقي لي رجل أخرى، بقي لي رجل الدين، هذه كاع أطراف خليتها. يرى أن البلية لابتلاء إذا لم يقع في الدين فليقع حيث شاء. يروي الأزرقي في تاريخ مكة عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة ذهب إلى الجابية، الجابية في ذلك الوقت فيها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ومعه أهله يسكنها. فلما قضى مع أبي عبيدة ما قضى دعاه أبو عبيدة إلى بيته، وأوعز أبو عبيدة إلى أهله أن لا تكلم عمر في شيء. عمر رضي الله عنه كان بلغه شيء عن زوجة أبي عبيدة، شيء ساءه. فلما دخل بيت أبي عبيدة وجاءته زوجته قال عمر فلانة، قالت نعم يا أمير المؤمنين، قال لا أسوءنك، حد يقول احنا والله ما نخليها فيك، لا أسوءنك. فقالت له لا تقدر على ذلك، صعيبة هذه عمر بن الخطاب ثم هو خليفة كيفاش ما يقدرش. قالت لا تقدر على ذلك، قال والله، قال أسوءنك، قالت لا تقدر على ذلك، قال والله لا أسوءنك، قالت والله لا تقدير.
رجل خصو يتدخل قضية حماضت. فقال بلى يا أمير المؤمنين أنت قادر على ذلك. يتقول لي هي قالت هل تقدر أن تأخذ الإسلام عني فتذهب به؟ فقال عمر لا. قالت فما أبالي ما تصنع بعد ذلك، أي شيء تصنعه لا يسؤني، الذي يسؤني هو تحيد الإسلام. تقدر تدير هذه؟ ما تقدر تخلي لي الإسلام؟ إيوا ديك الساعة دير اللي بغيتي، حتى حاجة ما غيطرى ليا، ما غتبقى فيا حتى حاجة. فهمتوا هذا الشيء؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تبان لي أنه الإيمان ديالو عنده، العمل الصالح ديالو تيقبلو لي سيدي ربي، جات في الأولاد، جات في الفلوس، جات في الصحة، ما تجيش غير في الدين. يروي مالك في موطئه عن نافع أنه كان يرى عبد الله بن عمر في الصفا والمروة، إذا وقف على الصفا قال: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم. صافي شي لاخر، حنا تنطلب الله العافية، ما بغينا الابتلاء حتى فشي حاجة، نسأل الله العافية، ولكن لجات الابتلاء ماشيش غير في الدين، المصيبة هي لجاتك في الدين. اش من فلوس غادي من يجيك؟ اش من فلوس؟ اش من أهل؟ اش من هذا؟ هذا فعل الإسلام في أهله، وهذا وذاك فعل غيره في غيرهم. عباد الله أقول لكم شيئا أختم به: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن الآن في زمن تسمعون فيه الأعاجيب الأغاريب، كانوا يقولون عش ترى عجبا، وقد عشنا ورأينا عجبا ونسمع الأعجب. تقول اليوم سمعت شيئا فتظن أنك لا تسمع أطم منه، وإذا بغد يأتيك بشيء أشد. أدركنا ذلك الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدين كله تتباع بشوية ديال الدنيا، ماشي دابا تبيع شوية ديال الدنيا بشوية ديال الدنيا، لا تبيع الدين كله، ماشي الدنيا كلها غير شوية من الدنيا. كما قال الأول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. راه اللي خلى له سيدي ربي الإيمان ديالو، وخلى له دينه، وخلى له لسانه يذكر به مولاه ويستغفر به، راه خلى له الخير كله. والله الذي لا إله إلا هو، أدركت رجلين كان عندي آية من الآيات يعتبر بها المعتبرون، جدي وجد أهلي. جدي رحمة الله عليه كان رجلا، أنا لست أذكر، منذ عقلت، منذ وعيت، جدي رحمة الله عليه نام ليلة كلها حتى أذن الصبح، أنا لا أذكر هذا، ما رأيت جدي رحمة الله عليه فاته قيام ليلة من الليالي وهو يقدر أن يقوم. قبل موته بنحو 4 سنين أصابه شيء في مخه، صار لا يذكر من يرى، الناس إلى تشوف كل نهار، كل نهار يعقل عليك، ولكن تغيب عليه 4 أيام 5 أيام 6 أيام ما يبقاش يعرف شكون أنت. فجاءه مرة ابن عمتي وكان غاب عنه أياما، قال له: بسيدي عرفتني؟ بسيدي الله يرحمه لا يعرف أحدا. نظر إلى حفيده مليا ثم قال له: اللي يعرف الله حسن من اللي يعرفكم. الحمد لله بقيت يعرف الله، ما انت بس ما كاين. وبقي كذلك إلى أن مات. وجد أهلي أيضا بلغ من الكبار عتيا، فلما كبر أصابه شيء في مخه، لكن هذا يعرف الناس. ما الذي وقع له؟ اختلف عليه الألفاظ، اختلف عليه الكلام، اختلط عليه الكلام. يقول يبغي يقول لك مثلا القرعة، جيب لي القرعة، يقول لك نمشي للحانوت، الكلام كله ما يمكنش تفهموا واش يقول. يبغي يقول لك نمشي للجامع، هو الألفاظ المعنى اللي يبغي يقول لك مثلا جيب لي نشرب، اش الألفاظ اللي تقدر تخرج من فمه؟ تشرجم، وهو ما تيهضرش، ما بقيتي تفهم والو من الكلام، ما تتفهمش اش يقول، الا الذكر يخرج من قاد. لا
انت تدخل عنده الدار تسمعه تيغوت لا إله إلا الله وبقي هكذا إلى أن مات. هذا الرجل يحدثني عنه أولاده وأحفاده أنه منذ كان وهو إذا صلى الصبح يبقى جالس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كل يوم. كبير ومات ليه مرته وما بقى عايش غير هو واحد بنته في دار بنته، وبنته تمشي تخدم الصباح بكري قبل ما يطلع في الفجر وخصها تعطيه الباه يفطر، كتجيب ليه حليبه وشي حاجه ماكله فطور وتحطه حداه في البلاصه فين تيصلي، ويبقى تما تيذكر الله حتى تترك. تعرفوا انتم هذه الجلسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنها ان من صلى الصبح فجلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين فله اجر عمره، فله اجر عمره. هذا كل نهار كل نهار. زوج خالة أبي، هذا الرجل كان حافظا لكتاب الله، يستيقظ الليل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يبقى جالسا ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر الله وكذا حتى يأذن الصبح يمشي للجامع. وهذا رجل بدوي من أهل دكالة وكبر في البادية، ولده جار الرباط وقرأ وتخرج مهندس، تعرف حنا فينا الفهم هذا، نقراو شي غير نقراو شويه ندون فهمو. اول من ندون فهمو عليه والدينا، بدا يفهم على باه كذا باه هادي كذا، باه تيخليه حتى كيسالي هضرتو تيقول له ولدي خاف على راسك، انا هادشي اللي في صدري عندي مدوزني، خاف انت على راسك. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نغلب الان على الفرائض. متى نصنع هذا؟ عندما يقول ربنا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف نتقرب إليه بالنوافل حتى يحبنا ونحن نغلب على الفرائض؟ الصبح أكثر المسلمين اللي تيصليوا ما تينوضوش ليه، أكثر المسلمين اللي تيصليوا ما تينوضوش ليه، واللي تينوض ليه بالمشقة، وخصوصا دابا رمضان. أنا أعرف ناسا لا يصوم السنة كلها نافلة، ما يمكنش رمضان ورمضان ما غير ما لقى كيفاش يدير ليه. مين تغلب؟ تعرفون ماذا كان يقول العلماء؟ كانوا يقولون النوافل سياج للفرائض، فبنوافلك تحفظ الفرائض، فإذا سقطت النوافل يوشك أن تسقط الفرائض، والفرائض سياج الإسلام، فإذا ذهبت الفرائض يوشك أن يذهب الإسلام كله. ندعو بدعوة عبد الله بن عمر، نسأل الله كما هدانا الإسلام ألا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. سالينا زعمه الحمد لله رب العالمين، دليل على أن الدرس سلام. ذكرت واحد القصة زوينة. شكرا. باش تعرفوا هاد قيمة الإسلام، راه خلقنا الله مسلمين، راه واحد النعمة عطاها الناس سيدي ربي، والله لا شي حاجة كبيرة بزاف، ولكن حيت خلقنا مسلمين تيجينا هادشي عادي ما تنفهموهاش. فرنسية يمكن عندها 19 18 17 عام سلمات، جات عندي تتحدثني على الإسلام ديالها، عرفت شنو قالت لي؟ واحد الجملة باقي تنعقلها ليها، قالت لي نهار سلمت حسيت بواحد الفرحة يعني كبر مني، ما بغيت نكتب سلمت في الحيوط، بغيت أي واحد يدفز في الزنقة نقول ليه رانا سلمت، بغيت كاع الناس يشاركوني فرحتي لأنني سلمت، لأن ما هي صغيرة ضعيفة، بل هي بحال الجسم ديالها أصغر من أن تسعه فرحتها بالإسلام، خصها كاع بدي كتبها في الحيوط، بغيت بان ليها شي حاجة عطاها لها سيدي ربي. واحد مرة كنت في ألمانيا، يوصلني واحد الألماني رجع للوطيل، شاب ديك الساعة في الباك، وهو في الباك رجعت من الجامع، مني غادي ننزل شنو قال لي؟ قال لي الشيخ عافاك دعي لي مع امي يهديها الله الاسلام.
مو ما مسلماش وتيبغيها بحال اللي تيبغي اي واحد مو وتيعرف انه لما ما مسلماش غتمشي لجهنم وهي مو وتنحس به محروق وهذا الاسلام مكره شكون كان يتبع بفلوس يبو يشري ويعطيه لمو هكا تيحسوا الناس. رجل من اسهارنا له زوجة ألمانية مسلمة عايشة في المغرب واحد العشرين عام وهي عايشة في المغرب باها بقي عايش هذا الألماني باها بقي عايش رجل كبير وعايش وما مسلمش. زوجتي توفي أبوها رحمه الله فتبكيه كما يبكي النساء وأباءهم. جات عندها هذه الألمانية كتعزيها شنو قلت لها؟ قلت لها أنت علاش تبكي؟ علاش تبكي على أبك؟ أنت ما خصكيش تبكي على أبك لأن أبك مسلم ومات مسلم غيمشي للجنة. أنا اللي نبكي على أبا إلا مات غادي يمشي لجهنم. هذه معاني نطلب الله يوقدنا أننا نحمدوه على أننا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. ما بقت قصة دابا صافي.